إذا نختم هذه الجولة على أعمدة الرأي والمقالات بحديث المدينة للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان ميرغني بالصفحة الأخيرة من التيار والتي جاءت بعنوان صدمة المتفوقين. يستهل الكاتب زاويته بالقول: تفاجأت باتصالات غريبة ومثيرة للقلق. بعض الأسر السودانية فرحت وزغردت لحصول بناتها وأبنائها على درجات تفوق عالية في نتيجة امتحان الشهادة الثانوية السودانية، لكن يوم الخميس أمس الأول أعلنت نتيجة القبول بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فإذا بهؤلاء المتفوقين يجدون أنفسهم في عراء الخيبة المرير، لم يحصلوا على مقعد في الجامعات الحكومية التي قدموا لها. أحد هؤلاء المتفوقين حصل على أكثر من 93%، ومع ذلك لم يجد مقعدا في كل الجامعات التي قدم إليها. ويستمر عثمان ميرغني بالقول: كنت أظن أن العدد الذي طالته هذه الحسرة محدود، وربما لخطأ فني في نتيجة القبول، لكن المفاجأة أن العدد كبير، بما يؤكد أن هناك عاملا مشتركا بينهم غالبا يرتبط بفرص المقاعد المتاحة في الجامعات، والتي يبدو أنها تقلصت بصورة كبيرة. فقياسا بالامتحانات السابقة للشهادة الثانوية، عدد الناجحين انخفض كثيرا، ربما بسبب جائحة كورونا ثم مترتبات السيول والأمطار والتأجيل المتكرر للامتحان. ويمضي الكاتب: حاولت الاتصال مساء أمس بوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور انتصار صغيرون للحصول على تفسير، لكن تعذر الرد. في مثل هذا الوضع الذي أصاب أعدادا كبيرة من بناتنا وأبنائنا وأسرهم بصدمة كبيرة، لا يجدي مجرد التفسير الرسمي، بل لا بد من حل. لا أتصور أن يجد طالب متفوق نفسه في الشارع بينما آخرون من زملائه أقل منه كثيرا في التحصيل الأكاديمي يتمتعون بكليات مرغوبة، فقط لأن أسرة المتفوق لا تملك المال الكافي للتعليم الخاص. هذا منتهى الظلم. ويختم عثمان ميرغني بالقول: من الحكمة إن لم يتوفر حل لزيادة مقاعد الجامعات الحكومية أن تتحمل الحكومة تعليمهم في جامعات خاصة، إما بالدفع المباشر نيابة عنهم أو بتوفير مزايا لصالح الجامعات الخاصة على أن تقبلهم مجانا. فالجامعات الخاصة تتنافس لضم المتفوقين إليها، ولكن قبل هذا كله يتعين على الحكومة أن تهتم بمخاطبة هذه الأسر وتفسير الأمر وحل المشكلة حتى ترفع عنهم الإحباط والصدمة التي أصابتهم. هؤلاء الشباب هم مستقبل السودان، فلا تقتلوا الأمل في قلوبهم.